وسط أوضاع مزرية تتواصل مأساة نازحي غزة الباحثين عن النجاة من أجل البقاء في ظروف صعبة بلا غذاء أو ماء أو كهرباء. في منطقة المواصي في الجزء الجنوبي من قطاع غزة يعيش النازحون في العراء بعد أن تدفق نحو 120 ألف من سكان غزة على المنطقة في الأيام الماضية مع ادعاء جيش الاحتلال أنها منطقة آمنة. في هذا المخيم يعيش النازحون بلا ضروريات أساسية. صار معي أن صلي 8 أيام هنا مفرش الأرض وغطاي السماء، الناس لمت لي شقفتين نايلون وخشبتين وحطتهم، وفش الخيمة لا تفتقر لأدنى أدنى 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 إشي، واللبس من حد ما جينا لهالحين ما غيرنا شواينا. الأولاد بناموا على الرمل كانوا في الأول، وكلها فرشتين بطنيتين بس إحنا خدناهم من الهلال، ومن هنا بطنية ومن هنا بطنية شحتة يعني. لولا أنا خلعت الكراسي من المواقع تاعت السيارة المحروقة وخلتهم اسفنجي ناموا عليه. وفي ظل البرودة يفتقد الأطفال النازحون إلى الطعام والدواء. وأطفالهم بخيم وفي منهم في الشوارع نايمين بدون أكل بدون شرب. أنا عندي أربع أطفال، بنتي الكبيرة نزلة معوية، بنتي الثانية لوز، ابني الصغير رشح، وبدري فيش أدوية. والله العظيم عمري ما حسيت بضعف ومأساة قد اللي احنا عشنا. عملنا خيمة، فالخيمة خيمة أول يوم شتيت علينا ما عرفناش الصغار يناموا، وإحنا طول الليل وإحنا نغطي فيهم، ولا في كهرباء ولا في مية ولا في أي سبل ولا في أكل، نيجي نشتري أكل مش قادرين، المعيشة صعبة جدا. وتبدو منطقة المواصي التي يدعي الاحتلال أنها منطقة آمنة للنازحين أرضا قاحلة من الكثبان الرملية على ساحل البحر المتوسط، ولا تعد بنيتها الأساسية كافية للتعامل مع تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص النازحين من أجزاء أخرى من غزة.